السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الراديو من البرامج الرابعة اللي بتعمل مجتمع في صورة حلوة جدا، بيزداد قوة البرنامج لما تكون تعرف تبرمج جواه، وبتحس إن أنت تقدر تخلي فيه متغيرات، تحس إن أنت تقدر ترسم أشكال كتيرة ومعقدة بطريقة سهلة وبسيطة. والراينو فيه حاجة اسمها جراس هوبر، ده بيسهل عليك الموضوع دوت، ومتحتاجش أنت في السفارات ولا سي شارب ولا برمجة ولا حاجة من الحاجات ديت، بحيث ممكن تعمل مثلا تحليل للإنارة في المبنى، للرياح في المبنى، لأن هو بيبقى فيه حاجة جاهزة في الجراس هوبر، لأن جراس هوبر أوبن سورس، في ناس كتير عاملة له أدانس كتير. الإصدار الخامس كنت بتضطر تسطب له جراس هوبر، من أول إصدار السادس تقدر تعمل تيجن تولز تقول له شغل لي الجراس هوبر فيشتغل معاك بالشكل دوت. خلينا مثلا نيجي نرسم مثلا أي شكل، أنت ممكن من هنا تختار الشكل اللي أنت عايزه، فاهم؟ بتلاقي أشكال كتيرة، أو ممكن تيجي هنا وتدوس مرتين وتقول له مثلا عايز أرسم سلندر. اهوت بيبدأ يجيبها لك. طيب هو ده دلوقتي رسم لي حاجه ديفولت، انا عايز بقى اديله مقاس مثلا للحاجه ديت، اقول له برانتر واقول له انا عايز ادخل سلايدر نمبر سلايدر، تمام؟ هقول له ده الريديوس بتاعي، تقدر تاخد العنصر ده كوبي بيست وتنسخه، تمام؟ وتقدر تسحب مثلا دوت اهو، او تقدر تخرج من الريديوس ده كونتي، اقدر اخرج قيمه من هنا تروح لاكتر من مكان، بس ما اقدرش مكان واحد ادخله كذا حته، يعني ما اقدرش اجي هنا هيلغي الوصله القديمه، تمام؟ لان انا دلوقتي ممكن اقول له ايه، ان الريديوس ده اللي هو الخمسه عايز يستخدم في الريديوس وفي اللينز، بس ما ينفعش اقول له ان الريديوس هتاخد قيمتها من مكانين مختلفين. فاجي هنا في الريديوس وابدا تقدر تعدل تكبر دي كده لو انت عايز تتحكم فيها اكتر، او دلوقتي بيحسب تقريبا من الصفر للواحد، فاقدر اجي هنا واقول له انا عايز اديت، تمام؟ واقول له مثلا عايز تدي له اسم تاني بدل الراديوس ديت، تقدر تدي له معادله معينه ياخد قيمه من مكان تاني. الستايل مثلا خلي ده دي خليها مثلا ار مثلا النيم بتاعي، تقدر تقول له مثلا انا عايز من رقم كذا رقم كذا، يعني مثلا من 0 ل 13 مثلا، تمام؟ فتقدر تسحب بقى كده، بص بيكبر ازاي. طيب انا عايزه برضه ده يبقى نفس الفكره، هتقدر تقول له اللينس دوت هعمل له اديت واقول له مثلا ده تقدر تغير برضه الاسم وخلي ده مثلا ل 13 مثلا، تمام؟ وتقدر تزود الارتفاع زي ما انت عايز بالشكل ده. فزي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط ومش معقد، ولو حد اشتغل على الداينامو في الريفت هيلاقي نفس الافكار ببساطه شديده جدا، تمام؟ وتقدر تخلي مثلا الار ده اهوت بيدينا بيد الاثنين،